هنعمل مكرونة بالبشاميل بطريقة كتير بسيطة وسهلة. نبتدي وصفتنا بسلق المكرونة. لتجهيز اللحم بسخن حوالي معلقتين من زيت الذرة. هضيف اللحم، أضيف البصل، البهار مشكل، بحب أنا أحط شوية قرفة، شوية هيل، والملح والفلفل الأسود. هيك أصبحت عندي جاهزة. لتجهيز البشاميل بسخن الزبدة، بضيف لها حوالي معلقتين كبار من زيت الذرة، حضيف الطحين، حضيف الحليب مع استمرار التقليب، وححط الملح. البشاميل غلي وصار عندي كثيف القوام،